البلدوزر الأمريكية شغلت محركاتها لإزالة المرشحين العاطلين عن العمل في الملف الرئاسي، والأمر قد صدر. كفوا عن اللعب وإلا تابعوا التفاصيل. ترجح مصادر مطلعة عبر سبوتشوت أن يصدر عن الخارجية الأمريكية بيان هام في التوقيت والمضمون، وذلك قبل الجلسة الرئاسية المنتظرة في 14 حزيران، والغرض حث المسؤولين اللبنانيين مجدداً على تعجيل إنجاز الاستحقاق الرئاسي وضرورة اتخاذه طابعاً أكثر جدية، وهو ما يعتبره المصدر المقرب من واشنطن إشارة في غاية الدقة والأهمية في هذا التوقيت الدقيق فحواً. توقفوا عن الترشيحات العبثية، فميشيل معوض ثانن الذي استمر التعنت بترشيحه قرابة 8 أشهر غير مسموح مرة أخرى. كما تتضمن الرسالة الأمريكية التي حتما ستصل إلى مسامع المسؤولين بشكل مباشر أو غير مباشر، وهي ضرورة إزاحة من ليس لهم فرصة الوصول إلى بعبدة وعاجز عن تأمين الأصوات اللازمة، وذلك مع علم اللبنانيين قبل الغرب أن جميع الأطراف التي رشح جهاد أزعور لا تزال تخفي أوراقها ولن تكشف بعد عن هوية مرشحها الحقيقي. يقابل هذا الواقع عجز الثنائي الشيعي عن تأمين التوافق الكافي والأصوات اللازمة لمرشحه سليمان فرنجي. تزامناً تكشف المعلومات أن طائرة وزير الخارجية السابق جان إيف لودريان ستحط قريباً جداً في بيروت بعد تعيينه من قبل الرئيس الفرنسي مبعوثاً خاصاً إلى لبنان، كما ستحط كذلك طائرة المفد القطري، وسيحملان رسالة ذاتها خصوصاً إلى الفريق المعارض الفرنجي الذي لا يزال يتعامل بسذاجة مع الملف الرئاسي. وفي سياق متصل تتجه الأنظار إلى جهاد أزعور الذي على ما يبدو بدأت فكرة التنحي عن المشهد الرئاسي تراوده أكثر من أي وقت مضى، وبدأ بحسب معلومات سبوتشوت يبحث عن صيغة في هذا الاتجاه من بوابة أنا أساساً لم أعلن ترشيحي ولم أكن أرغب بخوض غمار معركة عبثية مع الثنائي الشيعي. وبحسب المعلومات سجل حدوث اتصال مطول بين النائب علي حسن خليل وجهاد أزعور السبت الفائت، جدد فيه الأخير التأكيد للثنائي بأنني لا أرغب بالتصادم معكم. بالعودة إلى واشنطن تؤكد الأوساط أن الإدارة الأمريكية تدرك تماماً أن أمد الفراغ سيطول ولم يحن موعد التسوية بعد، إنه زمن الضغط فقط للدفع باتجاه مكان معين فقط، اسم وحيد لا شريك له، قائد الجيش جوزيف عون. فما رأيكم أيها المشاهدون؟ من ستجرف البلدوزر الأمريكية وأي اسم ستقوم بتعبيد الطريق أمامه ليصل إلى قصر بعبدة؟ شاركونا تعليقاتكم.